سوف ينضم إلينا بشير جبر مراسل القاهرة الإخبارية من رام الله. بشير، بعد التحية، ما هي آخر التطورات على الأرض في الساعات القليلة الماضية؟ تحية لكم. يعني الطائرات الحربية الإسرائيلية لم تتوقف عن التحليق بشكل مكثف في أجواء قطاع غزة بشكل عام بكافة أنواع هذه الطائرات، بدءا من طائرات الاستطلاع وكذلك الطائرات الحربية المقاتلة. هذه الطائرات لم تتوقف عن التحليق وشن غاراتها باتجاه عدد من الأماكن في قطاع غزة في الجنوب. كان هناك استهداف لمنازل المواطنين هنا في خان يونس، تم استهداف عدد من الأراضي والمناطق المحيطة لمستشفى وبالقرب من مستشفى الأوروبي في المنطقة الشرقية لمدينة خان يونس. مخيم النصيرات شهد عددا من الغارات الإسرائيلية في محيط توليد الكهرباء وكذلك استهداف لمنزل، مما أدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء والجرحى الذين نقلوا على إثرها إلى مستشفى شهداء الأقصى ببلدة دير البلح في المحافظة الوسطى. أيضا مدينة غزة والشمال بشكل عام شهدت قصفا عنيفا في عدد من الأحياء. تركز هذا القصف في منطقة جباليا، حيث تم تدمير مربعا سكنيا فوق رؤوس ساكنيه وعدد من المنازل التي كانت تأوي الفلسطينيين. هناك عدد كبير من الشهداء والإصابات الذين لم تتمكن سيارات الإسعاف من الوصول إليهم نظرا لوجود الآليات العسكرية الإسرائيلية في الشوارع والطرقات، وتمنع حركة سيارات الإسعاف من الأداء بواجبها. أيضا المنطقة مستشفى الأندونيسي تعرضت هي الأخرى لعدد من الغارات والأحزمة النارية في محيط هذا المستشفى. على الأرض، الآليات الإسرائيلية العسكرية الإسرائيلية لم تتوقف عن إطلاق قذائفها ورصاصها باتجاه المستشفى الأندونيسي وكل ما يتحرك في داخل هذا المستشفى، موقعة دمارا كبيرا وخسائر في صفوف الفلسطينيين الذين يحتمون في المستشفى الأندونيسي. على المناطق الشرقية للقطاع، لا زالت هذه المناطق الشرقية من رفح جنوبا وحتى بيت حانون شمالا تتعرض إلى وابل من القذائف المدفعية الإسرائيلية التي تتساقط بشكل عشوائي باتجاه منازل المواطنين. معظم هذه القذائف تركزت خلال الليلة الماضية في منطقة حي الشجاعية وكذلك المنطقة الشرقية لبلدة جباليا، وأيضا على المنطقة الغربية لقطاع غزة حيث ساحل البحر الأبيض المتوسط، فإن الزوارق الحربية الإسرائيلية التي تجوب قبالة هذا الشاطئ تقوم بإطلاق قذائفها باتجاه الطريق الساحلي، مما أدى إلى دمار واسع في هذا الطريق. وتركز هذا القصف في المنطقة الغربية لمحافظة الشمال وتحديدا لمنطقة السودانية. أتحدث إليكم وأستمع أيضا إلى أصوات هذه الغارات التي لا زالت تتوالى في مدينة خان يونس، وعلى ما يبدو أن هذا الاستهداف وهذا الانفجار يأتي من المناطق الشرقية لمحافظة خان يونس، ولا زالت هذه الغارات تتواصل على تلك المنطقة. إذن يعني بشير، هذا القصف مستمر، لم يترك مكانا في قطاع غزة كما يبدو على حسب معلوماتك، من المناطق الشمالية وحتى الشرقية ووصولا إلى المناطق الجنوبية. قبل قليل تحدثنا عن قصف للمستشفى الإندونيسي وكان هناك عدد من الجرحى وكانوا من المرضى أيضا تم نقلهم إلى مجمع ناصر. إذا تحدثنا عن هذه الحادثة تحديدا، ماذا لديك من تفاصيل بما أنك متواجد الآن أمام مجمع مع ناصر؟ يعني كان عدد المرضى في مستشفى الأندونيسي، كان هناك قرابة 600 مريض يتلقون العلاج في داخل المستشفى الأندونيسي، بالإضافة إلى الطاقم الطبي وعدد كبير من النازحين. سيارات الإسعاف والباصات تمكنت من نقل
فقط 200 جريح ومصاب من المستشفى الأندونيسي باتجاه هذا المستشفى، المستشفى ناصر في خان يونس والمستشفى الأوروبي. تحدثنا مع الذين تمكنوا من الوصول هنا إلى خان يونس وقالوا أن الاحتلال الإسرائيلي يتعامل بهمجية باتجاه هذا المستشفى من حيث القصف المدفعي المستمر وكذلك إطلاق الرصاص من الدبابات والمسيرات باتجاه كل ما يتحرك في هذا المستشفى. قالوا أن هناك أعداد كبيرة من الشهداء في ساحات هذا المستشفى، لا تستطيع هذه المستشفى ولا الطواقم الطبية من انتشالهم ونقلهم حتى إلى جثث إلى ثلاجات الموتى. أعداد كبيرة من الشهداء لا زالت جثامينهم في داخل ثلاجات الموتى، لا تستطيع الطواقم الطبية من نقلها إلى المقابر وإلى مثواها الأخير. هي شهادات صادمة. وتحدثوا أيضا عن أن معظم الإصابات والجرحى الذين وصلوا إلى هنا إلى مستشفى ناصر وإلى المستشفى الأوروبي هم من الأطفال والنساء، من بينهم عدد من الأطفال لا زالوا مجهولي الهوية ولا يستطيعون التعرف عليهم نظرا للغارات الإسرائيلية العنيفة التي أودت بحياة عدد كبير من الشهداء وكذلك غيرت من ملامح هؤلاء الأطفال والتشوهات التي ظهرت عليهم نظرا لاستخدام الاحتلال الإسرائيلي قنابل محرمة دولية. بشير، برغم كل ما تفعله إسرائيل إلى أنها لم تنجح أن توقف حماس من القصفات الصاروخية، وكان هناك قصفات صاروخية اليوم على تل أبيب، ماذا لدينا من معلومات حول هذه الرشقات الصاروخية؟ يعني لا زالت المقاومة وحسب ما تصدر في بياناتها تطلق رشقات صاروخية باتجاه تل أبيب وكذلك المغتصبات والمستوطنات المحيطة في قطاع غزة، وهو ما أكدته الصحافة الإسرائيلية حيث تحدثت عن سماع ذوي انفجارات في عدد من المناطق في تل أبيب وكذلك محيطها. هذه الرشقات وهذه الانفجارات وانطلاق الصافرات صافرات الإنذار هي تأتي بالتزامن مع إعلان الفصائل الفلسطينية عن إطلاق رشقات صاروخية من قطاع غزة باتجاه المستوطنات، ونجاح هذه الصواريخ من الدخول واختراق أنظمة القبة الحديدية التي تحاول التصدي لها والوصول إلى داخل كيان الاحتلال. أيضا قالت المقاومة أنها تمكنت من الاشتباك مع عدد من الآليات العسكرية المتوغلة في عدد من المحاور بحور الشمالي الغربي والشمالي الجنوبي، هذه عفوا المحور الغربي الشمالي والغربي الجنوبي، أي بمحور بيت لاهيا ومحور الشيخ عجلين وكذلك محور الشرقي محور حي الزيتون، وتمكنت من الاشتباك مع هذه القوات الإسرائيلية المتوغلة، وأكدت أنها تمكنت من إصابة عدد من الجنود وتدمير وإعطاب عدد من الآليات الإسرائيلية التي لا زالت تتوغل في تلك المناطق. بشير، أريد أن أتلمس معك دخول القوافل، قوافل المساعدات الإنسانية بما تحمله من مواد إغاثية ودوائية، وأيضا هناك شاحنات وقود تصل داخل القطاع. ماذا لديك حول هذه القافلات وإلى من تصل تحديدا؟ هذه القافلات تصل بشكل أساسي إلى النازحين المتواجدين هنا في مراكز الإيواء وفي المشافي وحتى في الطرقات العامة، حيث تحمل هذه الشاحنات المياه الصالحة للشرب في ظل فقدان المواطنين بشكل أساسي إلى المياه الصالحة للشرب، وهو ما أثر على الحالة الصحية لديهم وخصوصا لدى الأطفال الذين بدنا نشاهد حالات كبيرة من المرضى من الأطفال الذين يأتون مصابين بالحمى وبالنزلات المعوية نظرا لشربهم مياه غير
الصالحة للشرب. المياه النظيفة وصلت إليهم عبر هذه الشاحنات، كما وصلت المساعدات الغذائية إلى أيادي النازحين وخففت من معاناتهم في الحصول على المواد وتأمين المواد الغذائية. كذلك الشاحنات التي تحمل الأدوية والمستلزمات الطبية وصلت إلى المشافي هنا مثل مستشفى ناصر والمستشفى الأوروبي، وأيضا ساهمت في التخفيف إلى حد ما من يعني انهيار هذه المنظومة الصحية وتقديم الخدمات الصحية الملائمة للجرحى. ولكن الارتفاع الكبير في أعداد الجرحى والمصابين والمرضى الذين يصلون تباعا إلى هذه المشافي هو ما يؤثر على قدرة هذه المشافي في تقديم خدماتها الطبية بشكل لائق إلى المواطنين. الشاحنات التي كانت تحمل الوقود هي دخلت عبر تنسيق خاص للمؤسسات الدولية وتحديدا إلى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، والتي قامت بدورها بتوزيع هذه الكميات ما بين شركة الاتصالات من أجل عودة خدمات الاتصال والإنترنت وكذلك إلى المشافي لضمان استمرارية عمل هذه المشافي خصوصا في المناطق الوسطى والجنوبية، إضافة إلى العمليات الخاصة بإدارة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين للاستمرار في توزيع المساعدات والطرود الغذائية للنازحين المتواجدين هنا في المناطق الجنوبية لقطاع غزة. إذن بشير، نحن نسمع الآن يعني ونرى هذه الصورة، ظلام دامس، كان هناك قصف نسمعه قبل قليل أثناء محادثتنا مع بشير، وكان يطلعنا على آخر التطورات في قطاع غزة. كان هناك قصف طوال اليوم في مختلف المناطق الشمالية في بيت لاهيا، وأيضا وصلت إلى وسط القطاع مخيم النصيرات وأدت إلى استشهاد العديد من الفلسطينيين. أيضا كان هناك في حي الزيتون شرق مدينة غزة وسلسلة من الغارات على خان يونس وجنوب غزة، تحديدا خان يونس يقع، وكان يتمركز هذا القصف في شرق خان يونس.